في الواقع الدكتور محمد الأحمد الرشيد رحمه الله أدخل أو أوجد نقلة نوعية كبيرة في التعليم في المملكة العربية السعودية. أنا عرفت الرجل في أكثر من لقاء. أحد هذه اللقاءات اجتمعنا به في عكاظ، استضفناه وكان حوارا طويلا جمعته بعدد من المفكرين والمثقفين والزملاء، وكان حوارا صارخا بكل معاني الكلمة وجريئا في ذلك الوقت. تحدث عن المناهج، تحدث عن أسرة التعليم، تحدث عن طبعا أعطى إشارات في البداية هو إلى أن هناك ما يمكن اعتباره اختطاف للتعليم في المملكة وأخذه بمنحة مغاير لما أسس عليه هذا الكيان. ولذلك بداني الدكتور محمد من البداية كمحارب في جبهة مكشوفة، وعليه بأن يتصدى للسهام التي ستأتيه من كل جانب، لأنه كان عليه بأن يحدث تغيير جذري، وهذا التغيير كان يتطلب الدخول في أساسيات العملية التعليمية. هناك طالب، وهناك معلم، وهناك أيضا أسرة يعني تتلقى هذا الطالب، وكان عليها أن يتعامل مع كل منهم بفكر جديد ومختلف، وأن يأخذ العملية التعليمية إلى مسارها التربوي بعيدا عن الفكر الذي كان يبدو دينيا ولكنه كان غير ديني بكل معنى الكلمة، وكان يأخذ أجيالنا في الاتجاهات الخطأ مع كل أسف.